قبل مجيئي إلى أوروبا لم أكن قد رأيت طائرة في حياتي، تحلق عالياً وتلتوي وتستدير كأسراب الطيور الراقصة. كانت الرومانسية تحيط بالطيارين، هؤلاء المتبجحون في السماء، إلا أنه في الواقع كان المطاف ينتهي بهؤلاء الرجال ساقطين على الأرض في حطام يغطيه الدخان. لم يعد لدي ما أراهن عليه أيها الأحمق. الطائرة. هذا رهان فاخر. لما لا؟ لقد هزمتك على أي حال. صحيح. ماذا لديك؟ شكرا لك يا بلاك بيرن. من المفترض ألا يحدث هذا، لكن أتعلم سأخذ تلك الطائرة على أي حال. ماذا بإذن حق الجحيم؟ أنت خسرت، لقد هزمتك. أتعلم المشكلة راكم؟ إنها طائرة جميلة للغاية وأنت مجرد أحمق. هزمتك بشرف أيها اللعين، ابتعد عن طائرتي بحق الجحيم. أيها الوقت، لا يمكنك أن تفعل هذا بي، هزمتك، لقد هزمتك. اسمي كلايد بلاكبيرن، طيار ومقامر. أنا جورج راكم، أنا جورج راكم نفسه، استمع إلي، ابتعد عن طائرتي. إذا سألتني عن أكبر عيوبي فعلي إخبارك إنني عادة لا أتميز بالشرف. مرحبا بك على الطائرة. بالمناسبة أنا ويلسون، لابد أنك جورج راكم. بالتأكيد أنا راكم الذي تنتظره. هيا فلنقلع بالطائرة إلى السماء. أنت جورج راكم ابن أورل وينسون الرابع؟ هذا صحيح، تحية لذلك الرجل. كانت بريستول كل شيء، كما كان إعلانها يقول إنها ستكون متعة بحتة للطيران. كان الجو مشمساً جداً، وكان كل شيء سيبدو على ما يرام لو كنت وحدي هنا. أنت بالخلف، إنه يوم رائع للنزهة، ألا تعتقد؟ حسناً، هل ترى تلك الطائرة أمامنا؟ عليك اللحاق بها. أعلم، أعلم، اسمع، أعرف هذا المكان الفرنسي الصغير، ربما نصطحب بعض الفتيات. عما تتحدث؟ فتيات؟ هذا اختبار طيران، عليك اتباع المسار الذي تحدده لك تلك الطائرة. حسناً، أنت المدير كما هو واضح. الآن لنتواصل معه قليلاً، تدفعه عن قرب. هذا ليس عدداً كبيراً من الطائرات بالنسبة لك، أليس كذلك؟ اقترب أكثر.
انتبه. حافظ على هذه المسافة. اصمد وينكات. سهل للغاية. لنرى قدرة ثباتها خلال تبادل إطلاق النار. الأسلحة في وضع الأمان. هذا إن كانت لديك بعض الأفكار البارعة. بدأت تفهمني. أنت حساس للغاية. إنني مستمتع. هل أنت مستمتع الآن وينبات؟ اسمي ويلسون، وانتبه، انظر إلى الأمام. طيرانه جيد، بالرغم من أن بعضه لم يكن حسب الأصول. دع عنك التعليمات اللعينة واستمتع بالحياة. أين هو ذاهب الآن؟ دعه، أترى مناطيد التهديف؟ الأسلحة جاهزة، أطلق النيران متى أردت. أستطيع فعل ذلك. تحرك وأطلق النيران. علم وسينفذ. هل ترى تلك الأهداف على الأرض؟ نعم أراهم. جرب استخدام الصواريخ ضدهم. تمرس على الإطلاق على أهداف أرضية. حسناً، هل يمكن أن أسأل سؤالاً؟ بالتأكيد. لماذا يتكلم جورج راكيرد ابن إيرل وينسور الرابع بلهجة أمريكية؟ ألتقط اللهجات بسهولة. ربما سأتحدث الفرنسية بينما نهزم الألمان. فهم. إنك شخص مثير للريبة ويلسون. هل أخبرك أحد بذلك؟ يا إلهي، ألمان، ماذا سنفعل؟ ماذا برأيك؟ نسقطهم. إن هذا اللعنة خطير للغاية. لقد أسقطته. نعم، هيا يا رجال، من التالي؟
يبدو أن هناك طائرة واحدة فقط متبقية. مزيد من الألمان، أراهم، تمسك جيدا. اللعنة على الألمان. تأكد من عدم وجود طائرة خلفنا. أصبت صديقا، إنه يسقط. ما قلته دول لم يبدو جيدا. سحقا. يجب أن نعود لتذهب القاعدة إلى الجحيم. ارتفع ارتفع. بخير.
دعنا نأخذ هذه الصور إلى القاعدة فوراً. هكذا اكتشفنا بالصدفة أين يحتفظ الألمان بنصف إمدادات الجبهة الغربية من الذخائر، وقد تساعد الصور التي التقطها ويلسون القيادة على تنفيذ هجمة كبيرة. لكن كانت هناك مشكلة واحدة. لست متأكدة من الأمر. بالله عليك قمنا بعمل رائع، سنحصل على ميداليات. لم يكن من المفترض أن نذهب أصلاً. عندما يرى القائد هذه الصور لن يهتم بذلك. قمنا بعمل رائع وسنفعلها ثانية. سأتفق معك، إذا اشتركنا في هذا الأمر فعليك أن تعدني أنك ستعيدني سالماً. بالتأكيد. عدني، أريد وعداً منك. حسناً أعدك. ابقى هنا ولا تحدث أي مشاكل. ادخل. الحق يقال أحببت هذا الرجل، كان ساذجاً إلى حد ما. سيدي ربما عليك النظر لهذه الصور. يا إلهي لابد أن طيارك بارع. طيار بارع للغاية. لقد عدنا إلى التحليق بأقصى سرعة، وكانت مهمتنا هي إفساح المجال لقاذفات القنابل حتى تتمكن من دك الحصن. وكان علينا أولاً إسقاط عائق المناطيد الموجود حوله. يا إلهي تخيل أن تكون حارساً على منطاد، حظ سيء أيها الألمان. وبعد ذلك كان علينا التعامل مع الشاحنات المضادة للطائرات، كان الهجوم على أشده بالفعل عندما وصلنا إلى هناك، وكان علينا التعامل مع كل تلك الدفاعات، ثم مرافقة قاذفات القنابل إلى الهدف عندما تصل. إنها مهمة مجازفة، ولكن النصر فيها قد يغير مسار تلك الحرب اللعينة بأكملها كما يقولون. والحق يقال إن ويلسون لم يكن سعيداً بالأمر. أسقط تلك المناطيد وامسح الطريق أمام قاذفات القنابل الخاصة بنا. هذا سهل للغاية، احمي ظهري. تصبحين على خير يا فيينا. إنني أراهم. دعنا نخرجهم من المعركة بسرعة. العدو خلفنا، تخلص منه.
لكن الأمر لم ينتهي بعد. ستأتي المزيد من قاذفات القنابل قريبا. نعم، والمقاتلات محتشدة. لقد دمرت الطائرة وسقطت في منطقة محرمة على بعد نصف ميل غربي موقع سقوطي. لم ينجو ويلسون المسكين، ولكن هذا كان بسبب حظه السيء. كان لدي مشكلات أكبر. Thank you.
سأقول إنني تدربت كثيراً على التحرك بهدوء من الأبواب الخلفية للبارات ونوافذ غرف النوم. لا تحتاج لمعرفة التفاصيل. على أي حال، لقد استجمعت مهاراتي بمجرد رحيل هؤلاء الألمان، واتجهت غرباً إلى الجبهة البريطانية بمنتهى الهدوء. كانت هناك خنادق ومدافع ألمانية تحول بيني وبين الجبهة البريطانية، بالإضافة إلى أن نصف سكان برلين جميعهم يرغبون في القتال بشدة. كان يوم حظي. يبدو أن البريطانيين كانوا جالسون لشرب الشاي وتناول الفطائر بدلاً من قصف الألمان. كان لا يزال علي أن أعبر إلى جانبنا من الخط قبل أن تبدأ هذه المدافع في إطلاق النار مرة أخرى. كانت تلك الخنادق مليئة بأفضل جنود القيصر،
ولكنني كنت على أمل أن معظمهم سيبحثون عن المشكلات القادمة من الجانب الآخر. على أمل. Geschwätz bringt uns nach oben oder vor das Kriegsgericht. أجبرتني المدافع الرشاشة الألمانية العديدة المنتشرة خلفي على خفض رأسي. كانت تلك المنطقة المحرمة مليئة بالأسلاك الشائكة والجثث والحطام، ولكنني صممت على إتمام المهمة بقوة إرادتي. هل نجا أي شيء من الحادث يمكن الاستفادة منه؟ ويلسون، إننا في منطقة محرمة، يجب أن نذهب الآن. لا يمكن النهوض. سحقا. هاي أنا آسف، لكنك وعدتني أن تعيدني سالما. أخفض صوتك. ماذا عن الميداليات؟ أن نصبح أبطالا. أنا لست بطلا، لكنك وعدتني بالله عليك. فإما أنك رجل شريف وستساعدني، أو أنك كاذب ووقت شرير وستجهز علي بدم بارد. هيا، ما قرارك؟ ضع أوراقك على المائدة يا بلاك بيرن. أنت لست جورج راكم صحيح؟ ابن أورل وينسور الرابع اللعين. هل كنت تظن أنني ساذج؟ حسنا، دعنا نخرج من هنا. كان الرجل ينزف دماء كثيرة. لم يكن هذا مؤلم للغاية. لا يعرف عن الألمان أن أصبت مجموعة مهاجمين ألمان. للعمل معه. يكون النيران على أي شيء.
وصفني ويلسون بالوغد الكذاب الشرير. أعدته إلى القاعدة لأنه ربما على حق، وأنا أكره هذه الحقيقة أكثر مما تتصورون. حمل الرجل عبر المنطقة المحرمة؟ هذا الرجل بطل عظيم. لا، ليس بطلا على الإطلاق، إنه مخادع ولص وكذاب، وسيدفع ثمن جرائمه. أليس كذلك بلاكبيرن؟ عائد للوطن، أليس كذلك؟ قررت أن أشهد في صفك في المحاكمة العسكرية. قد يحسن هذا أشك موقفك. في هذا، لكن أشكرك. ويلسون تعال معي، أريد حاملة من هنا. سأقوم أنا بذلك، راكم دعني أساعدك. أنت لا تستحق الطيران. ويلسون، إن كنت سأموت سأموت وأنا محلق. هيا لنفعلها. متأكد تريد المشاركة في الأمر؟ بكل تأكيد، أنت بديل لي بميدالية. سيحلق هذا الزنطاد الحقيقي فوق لندن قريبا.
سقط هدفه من سحقان. كان مقدرا لي أن أموت فسأموت هنا بالسماء. أنت وفمك الكبير يا بلاك بيرن. أنت بخير؟ أنا بخير. يجب أن ندمر هذا المدفع المضاد للطائرات. حسنا، سأحمي ظهرك. حسناً، يجب أن نصل إلى هناك. لا تنظر إلى الأسفل، اتفقنا؟ حسناً. سحقاً، لا تنظر إلى الأسفل وحسب. يجب أن ندمر هذا المدفع المضاد للطائرات. يا للجنود، هذا السلاح يطلق النار بكثافة كبيرة على رجالنا، يجب أن نسيطر عليه. لا أستطيع رؤيتها حقاً، إلى الأمام مباشرة. إنهم يطلقون النار علينا. هذا هو الرجل. يا صاح، أنت بخير؟ أنا بخير. حاول الصعود لأعلى. سأتوجه أنا إلى المدفع المضاد للطائرات. حسناً، سأتولى ذلك الأمر.
هلأ سيسمعك كل الألمان على هذا المنطاد. رجل أناني خطر بحياته لإنقاذ شخص آخر، وبينما كان يفعل وجد أنه كان ينقذ نفسه. اختلطت الأمور في زمن الحرب، وقد تسمع الرواية بطرق أخرى. طيار خسيس سرق طائرة وقتل صديقه، وكان كاذباً ومخادعاً وقتل العديد في طريقه عبر الجبهة الغربية ليهرب من المحاكمة العسكرية، مستغلاً فوضى الغارات الجوية. ويلسون، لا تصغي لهذه الروايات، فما سمعته مني هو الحقيقة، ولم أكن لأرويا ما إن لم تكن كذلك. أليس كذلك؟